والمهم تحرك ابدي تحرك اصلا ديال لي ماسونديز ديال الباجاج نقل البضائع اللي جا من مراكش دخل لمحطه بن قرير كيوقف فيها واحد ربع ساعة قسمين كياخذوا المراقبة ديال الاجراءات شحال فيه في الطول شحال ديال البضائع هاز مسائل غير وكيطلقوا ديك الساعة كيمشي لكازا ربما لفاس ربما لمرسى المهم تياخذ الاجراءات ديالو هنا في بن قرير باش كيطلقوه ودابا تحرك دابا ديال لي ماسونديز هذا قليل في كتشوفو هذا الحراج دبر خمسة هذا قليل في كتلقى معي الأغلبية كيدوز بالليل من 11 الليل 12 فوق العشرة ونص كيف كيدوز هذا دابا حيت كانت الكروازمة ديال السبعة ونص ما كانش كروازمة ديال السبعة ونص ما بين فاس و ديال كازا ديال مراكش داز غير ديال فاس اللي طلع مراكش وديال مراكش اللي غيمشي لكازا فاس ما داش اذا داز بلاصه اكثر من الشونجي كيمشي بشويه هذا مكيمشي بزاف هي السرعه ديالو واقيلا مكيمشيش بسرعه هذا دابا حيت دابا كيعطيو قليل